عندنا قضية تجمع قطعا وتجمع تنوما، ده تجمع مهم عند المنطقة. وقطعا أنا مشيت مع بعث الإسكان وحصيت معهم قطعا 22 قرية مستعدة للتجمع أن لا يتجمع فيه إلى باتلين وفروا فيه الوسائل الضرورية للسكن. ايوا احنا ملي قاع كبلدي عاد عندنا مشكله مطروح طارحه عنا قاع قلت التفعيل هذه به اللي كل قريه مطروحين لها المشاكل اللي يلا يعدلوا لها. ومنين ملي نطلبوا منهم والله نطرحوا عنها مشكله قال ان ذاك لا يعدل في التجمع. عاد هذه مشكله مطروحه تعليم ما تقدر تطلب. عندنا بليدات كلهم مدارس متهالكه وبلا مرافق، وعندنا بليدات فيهم نقاط صحيه ملي ما فيهم تجهيز ما قال لهم كل شيء. ولا لان نطلبوا نقول الطب الفلاني القريه الفلانيه قال لها كذا قال لنا ذاك لا يعدل في التجمع، لما لا يعدل في التجمع.